قاعدة أرسل لأمك يا حبيبتي. بابا أنا أبغاك تساعدني، أنا بفتح مشروع تاجرة. آه تبي تفتحين مشروع؟ إيه. بس وش المشروع؟ مشروع دونات. والله فكرة حلوة، بس كيف يعني؟ بس كيف؟ وأنا بروح أجيب الدونات، يلا باي. المشروع هنا، يعني تبي تاكلني أنا وإخوانها. أبي هذي وهذي وهذي، أبغى كل الدونات اللي هنا. خلص بسرعة. يا أخي أنا طفشان. مالك شو عندك؟ أنا طفشان. حول رحمة أختك يا أخوي، سوي لك مشروع. واللولو طيب، وش تسوي مشروع؟ هذي جت شوفها. دوناتي تاجر عليك أنت وإخوانك. دونات يامي، الحين أنا لازم أكون أسوي حتى التاجرة. خلصنا من الشخصية، الحين نبدأ الشغل. والله لذيذة مرة. بابا ايش رايك في الدونات؟ حلوة؟ اي والله مرة حلوة. والله يا رومي انت ذكرتيني الدونات مرة حلوة. ها شبعتوا؟ اي والله الحمد لله انا شبعت. انا بطني حتى عورني من السكتة. طيب يلا الاحساب. ها؟ الاحساب نسيت انت. انا ابوك يا لولو. أنا صرت تاجرة، يلا احساب بسرعة. صارت تبيع وتشري منها ها؟ يلا احساب بسرعة. خلاص أحول لك الحين. ما في تحويل. كيف أجي أعطيك؟ تعطيني كاش. خلاص أجي أروح الصرافة وأجيك. تعال. كذا خلصت. السلام عليكم. وعليكم السلام الشرطي، ايش تبين؟ ابى اصير هذا. كم حساب؟ ما نحتاج يا شرطية، انت صديقتنا تدافعين عننا. اوه شكرا. الشرطية راحت. اسمع يولو، شوف انت الحين تروح للبقالة تشتري منها زين؟ معك فلوس؟ وين فلوسك؟ ما معك؟ حتى انا ما معي فلوس، بس اسمع اضحك عليها ها؟ سوي نفسك تبي تشتري ها؟ وانا اجي اوصلك وراك، اوكي؟ يلا روح انطلق. ضبطت الخطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحليب وشكله. ها؟ شكله فيه بس حليب ما فيه. اصبر بدور لك. كفو، شو حتى خطة؟ لولو تعال يا حرامي. تعال حرامي هجم أغراضي. خلينا اتصل على الشرطة. ألو شرطة.
شرطية خلاص آخر مرة، خلاص آخر مرة شرطية آخر مرة. خلاص هذه خلاص، هذه خلاص، خلاص خلاص شرطية خلاص. الحجرة ما تقول آسف. طيب طيب. أنا آسف أخذت أغراضك. خلاص روحي وانا جايك. مع السلامة بيبي. يلا نركبها بسرعة. لا افتح لك يلا ها. خلاص هذه اغراض البقالة كاملة. اوكي خلاص تحتاجين بابا؟ وشو بعد؟ لا خلاص ما انا تعبانه بروح عند بيبي. انت بيعي ها وانتبهي من الحراميه زين؟ زين. يلا تعالوا مين بيشتري تعالوا. واه بقاله. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا عندنا اشياء كثيره، عندنا بسكوت، عندنا شوكولاته، عندنا مجاري. الحساب وينه؟ نسيت تقولي. طيب يا مع السلامة. يلا مين اللي بيشتري؟ تعال. خالة. كم هذا؟ 10 ريال. الحرامي اخذ الغوار. اخذ الغوار ها. شوفي انا عندي فكره، لازم نسوي له فخ اوكي عشان يجي ونمسكه مع راسه زين. شوفي انا بتخبى هنا اوكي، واذا جاء الحرامي بس تقولي بابا جاء زين. يا حرامي مساكتك يا حرامي.